مذكرة موجزة بالدفوع. أنا عندي أربع خلاص دفوع يسبقها التماس بطلب. أوي أوي، طلب في طلب، فالتماس بطلب هعرضها بس لا أنا أستاذ عشان يسجلوا. لا بس إذا كان في طلب مش لا هو متعلق بالقيد، تعديل وتعطيل قيد وصل، متعلق بالقيد وصل. طيب قرر دي في المرافعة يعني خلاص عشان تمام. اللي فيما يتعلق بالطلب تعديل القيد والوقت هو التهمة. هي تربح عايز يدخلها في التربح ولا ايه؟ نعم عايز يدخلها في التربح؟ لا ولا هتربح على حاجة. هم امال ايه؟ النيابة العامة في الاتهام منزلاهم بالمادة 103. هو ان صحت الواقعة هو المفروض ان هو يقدم للمحاكمة طبقا للمادة 105 مكافأة لاحقة يعني؟ المكافأة اللاحقة، وده ثابت من اقوال سيد غريب ومن اقوال محمد رشدي حينما قرر امام هيئة المحكمة الموقرة تقريبا بالطلب. مظبوط يا فندم. طيب بس هو ده يعني هو الطلب ده كان امتى خلاص؟ القانون مايز ما بين الطلب اللاحق والسابق، والمادة 105 طيب بتتكلم عن فرق المادة طيب 103. خلاص انا مش هقطع انا بس بقى ده ممتاز. فدي بس طلب وده مثبت في الدفاع. خلاص فيما يتعلق بالدفوع انا عندي اربع دفوع، انا مش هكرر كتير، انا مرافعتي مش هتتجاوز 20 دقيقة عشان برضه اوفر. لا لا يعني طيب حق المتهم. طيب يا الدفعين الاولين هما الاثنين مرتبطين ببعض فيما يتعلق ببطلان الاذن وبطلان التحريات. والمتهم الاول اتكلموا بكثرة عن هذا الموضوع فيما يخص المتهم الثاني. وعند الدفعين الثاني والثالث يتعلق فيما باركان الجريمه. فانا عشان بس ما اعجبهمش كتير يعني. وهبدا انا حديثي حديث قانون اللي هو هيبقى ينصب كله على المرافعه اللي بيها حاجات محدده من وقائع الدعوه انهي بيها لا اكثر ولا اقل. فانا يعني بدايه اجل يعني انا والله اديك الفرصه لان ده حق المتهم يعني معلش، والدفاع وده الملاذ الاخير. ويعني فانت ايه يعني اتاكد ان انت هتقول كل اللي انت عايزه. اتاكد هتقول انا كل عندي اللي انت ده انا عندي ثقه ده مع يعني اتفضل حضرتك. يعني بدايه انا اجل رساله النيابه العامه في حمايه المجتمع، فهي ركن ركين في تحقيق العداله والامين على الدعوه الجنائيه. هذا لا مرائي، ولكني توقفت كثيرا امام مرافعتها اليوم امام هيئتكم الموقره، كيف انها افاضت واستفاضت شرحا وتفصيلا في تبيان لاركان الجريمه وفق احكام قانون العقوبات من الناحيه الموضوعيه. واغفلت ما هو اهم، وهو ان هناك جزء متعلق بشرعيه الاجراءات، لان الاذهاب بهذا التفصيل دون النظر في مسار الاجراء انه تم بشكل صحيح وفق احكام الدستور والقانون، واجب المحكمه في المقام الاول ان هي بتراقبه بدايه قبل ان تنظر في موضوع الدعوه. ومن ثم انه كان قديما كان الحصول على الادله ينتزع بالقهر والتعذيب، بطل هذا الاجراء واصبح الامر وفقا لدساتير كل دول العالم يحرص على حمايه الشرعيه والقانون. من اجل هذا بنجد ان احكام محكمه النقض واحكامكم ايضا مسطر فيها ان الشرعيه الاجرائيه سواء ما اتصل منها بحيده المحقق او بمراعاه حقوق الدفاع او ما اتصل وهذا هو الاهم بوجوب التزام الحكم بالادانه بمبدا شرعيه الدليل، وهذا امر مقرر في الدستور. كل هذا ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون، ليس حبا في متهم بعين ولكن إعلاء لحماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء. هو ده الأمر الأساسي اللي بيحرص عليه الأحكام المحاكم بشكل عام. لذلك الدستور عبر عن شرعية الدليل في أحكامه بالمحاكمة القانونية، وعبرت عنها المحكمة الدستورية في أحكامها دوما بالمحاكمة المنصفة. وبالتالي حينما يأتي الدليل منساقا إلى هيئة المحكمة، الاتهام منساقا إلى هيئة المحكمة على أدلة غير مشروعة، وجب على هيئة المحكمة الموقرة أن تبطل هذا الاتهام، وهذا يكون هو الجزاء الأوفى أو الأقل بالنسبة إذا أتى إليها على دليل غير مشروع.
انا انباع لي وطاعات الدعوة. عندي اذن في 2-3، عندي اذن في 22-3. 2-3 بيتكلم عن ثلاث متحرى عنهم اللي هم المتهمين: محمد رشدي، سعيد شعراوي المتوفي، محمود مبروك. والاذن محدد باشخاص بعينهم وبهواتف بعينهم. ثم اثناء تنفيذ هذا الاذن بتاع 2-3 فيما يخص محمد رشدي او سعيد محمد سعيد شعراوي او محمود مبروك، تناهى الى سمع ضابط الرقابه الاداريه تلصصا في 16-3، في 19-3، 21-3 مكالمات هاتفيه اتت على تليفون محمد رشدي. من مين؟ من واحد هو بعد كده عرف ان هو سيد غريب. من مين؟ واحد اللي اسمه ايمن بهيج. الامر المهم جدا يا معالي الرئيس فيما يتعلق باثبات ضابط الرقابه الاداريه لواقعه انه علم ان هذا سيد غريب او هذا ايمن بهيج اللي قرر عليه ان هو ده علي عبد الحميد جوده، مبدئيا النيابه العامه علشان تتحقق من صحه الاصوات شكلت لجنه من الهيئه الوطنيه في شهر 11 وتطابق بين الصوت اللي هم هيسمعوه وبين التسجيلات، وبعدين ترجع تقول ده بتاع علي جوده وده بتاع محمد رشدي. ده فين ده بعد كده؟ من خبير فني تلا ضبط الايه؟ التسجيلات. لما يجي ضابط الرقابه الاداريه ويقرر بداءه عنده سماعه للاصوات لسيد غريب ويقول هو ده سيد غريب، اذا هو قرر بشيء هو غير مختص به، لان هو قطع بان هذا الصوت رغم ان التليفون مملوك لسيد غريب او لعلي جوده او غيره، لكن انا من المتحدث؟ من المتكلم؟ انا عرفت منين كضابط رقابه اداريه ان هذا علي جوده او هذا سيد غريب؟ لا اعلم. هذا الامر يحتاج الى لجنه فنيه تحسم على هذا الامر، ثم ياخذ الورق ده ويروح للنيابه العامه يقول لهم انا تبين لي ان هذا الصوت منسوب قطعا وفنيا لفلان الفلاني، ادوني اذن عشان استكمل اجراءاتي. ما حدث غير هذا. وبالتالي هو كمان النقطه الثانيه المهمه انه هو صدر له اذن لمين؟ محمد رشدي، محمود مبروك، سعيد شعراوي، الثلاثه دول والاذن محدد. وزي ما علمتمونا ان هو ليه حدين، العيني والشخصي بالاشخاص والتليفونات والموضوع بتاعه. لما يجيله مكالمات عرضيه اللي هي بتاعت سيد غريب، دي مكالمات جايه. هو المكالمات العرضيه اللي مسموح له قانونا ان هو يعتد بيها ويعمل بيها اجراء وتبقى واقعه تستحق الاثبات، لما تبقى مع بين ذات الاشخاص وتشكل جريمة أخرى. يعني هو بيتكلم عن الرشوة، عن الرشوة، وطلع فيه قضية مخدرات مظبوط. لكن لما يجيله مكالمة عرضية من شخص آخر لا علاقة له بالإذن الأول، يكون هنا التسجيل العرضي ده هو محظور عليه قانونا وباطل قانونا. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ إن هو راح جري ضابط الرقابة الإدارية وهرول إلى النيابة العامة في 22-3 ولهم يسمعونا يا نيابة عامة أنا عندي بقى في جديد في الإذن. فالنيابة العامة وهو بقى ضابط الرقابة الإدارية، هو أنا بقى مش هأدلل على أن ما قرره ضابط الرقابة الإدارية كاذب فيه، لا ده أنا هدلل من كلامه هو نفسه. هو أقر بنفسه وليس استنتاجا ولا استدلالا. أنا هو سؤال في النيابة العامة بتحقيقات النيابة العامة. في اول سؤال: ايه معلوماتك يا سياده الضابط؟ في البدايه وردت لي معلومات تفيد طلب محمد رشدي. هو بيتكلم برضه هنا عن الاذن بتاع 2-3 ماشي، كل ده محمد رشدي. وبعدين في صفحه 1504 يا معالي الرئيس هو بيكمل بقى في الاستطراد بتاعه بحكايه محمد رشدي وما فيها: كما استبان من المحادثات، استبان من المحادثات بقى اللي هي ايه بقى؟ التحريات او بشانها انه حاله ملف محمد رشدي كموظف في مصلحه الجمارك لاداره الكسب غير المشروع بوزاره العدل لفحص ثروته وممتلكاته. واتضح لي من خلال المكالمات المأذوني
بها. مأذوني بقى حضرتك يا فندم اللي هو بيتكلم برضو على الاذن بتاع محمد رشدي، هو بقى لقط الثلاث مكالمات بتاع 19 و16 و21 بتاع سيد غريب بتاع البوفيه ده، ربط بيهم بقى في اذن 22 واعتبروا سند ليه ان هو يراقب مكالمات علي عبد الحميد. هنا البطلان بين وواضح باقرار ضابط الرقابه الاداريه، وانا لما بتكلم هنا عن البطلان معلش الاجراء بتاع بطلان الدليل نتيجه مخالفه، انا هنا باعلي المصلحه العامه والمحكمه تحرص عليها، فانه انا النهارده لا يمكن استقي الادانه من دليل غير مشروع، وده اللي انا بتعلمه من احكامكم، مش ان انا لمجرد يعني زي ما قال القضاء والله يا ريس احنا مهمومين دايما ان احنا ننقد دليل ولازم نبقى دليل، انا بس ولا استساغ قصدي استخلاص سائغ ويكون له اصل في الورق ومنطقي وما يكونش فيه تعسف في الاستدلال. احنا بنحاول نعمل كده والله من المحامي الاول. انت عايز تقول اتخذ بطريقه عرض بشكل عرضي المكالمتين بتوع سيد غريب سيد غريب اللي اتبنى عليهم الاذن بضبط الاذن 22 اتبنى على مكالمات هاتفيه غير مأذون بها، وده يرد بطلان الاجراء وده واضح جدا في الاوراق، وانا بدلل عليه من واقع اقوال ضابط الرقابه الاداريه في تحقيقات النيابه، يعني انا ما بقولهاش استدلالا ولا استنتاجا علشان اقنع هيئه المحكمه ان ده ما حصلش او حصل، لا ده هو نفسه ضابط الرقابه الاداريه هو اللي اقر انه استقى من المكالمات اللي هي بتاعه اذن 2/3 علشان يجري يراقب علي جوده ويراقب سيد غريب. اذا انا عندي بطلان واضح كان يتعين على النيابه العامه، معلش انا عندي هو النيابه المحكمه، انا معجب بالمستشار الجليل النائب العام حماده الصاوي قبل ما تنتهي مدته كان وجه رساله لاعضاء النيابه العامه عنوانها العدل، وبيقول لهم فيها بيخاطب اعضاء النيابه العامه فبيقول لهم انه اجراء التحقيق بشكل سليم هو عدل، حفظ التحقيق لعدم ثبوت الادله عدل، حفظ القضيه لان الادله غير مشروعه هو عدل. هذا كلام كبير النيابه العامه. فانا النهارده النظره بقى بتختلف، نظره المحكمه عن نظره النيابه طبعا احنا نجل. هي شافت وجهه نظرها من الدليل سليم. انا اللي براقب انا بقى ما انا بقى انا بقى. هو الراجل عامل اللي عليه وهم برضه من وجهه نظرهم عامل اللي عليهم. انا اقر هذا انا لا اعترض على انهم حرصهم على المال العام، هذا جدير بالاحترام والتقدير، لكن لابد ان يتم من خلال اجراءات مشروعه، لانه زي ما بيقولوا عند الانجليز قال ان افلات الجاني من العقاب اقل شرا من اباحه تدخل الدوله في دور دليل لاستخلاص دليل غير شرعي. هم اجرأ مننا شويه، يعني هم قدر يقول انه دور دليل للدوله في احنا ما نقدرش، احنا عندنا محكمه النقد بتقول عبارات رصينه وعبرت عنها في انه الشرعيه الاجرائيه واجبه الاحترام وتعلو في السمو على البحث في موضوع الدولة. فهذا واضح وقرينه البراءه مفترضه طبعا يا فندم تمام يعني طبعا يعني. فانا الدفعين الاولين فيما يتعلق ببطلان الاذن الاول والاذن 22 دول انا بتكلم فيهم في نقطه واحده مرتبطه عشان ما اقعدش وتكرار دفاعي متصلين ببعض خلاص تمام. عندي الدفع الثاني الاثنين التانيين متعلقين باركان الجريمه وهو متعلق بانتفاء الجريمه في حق المتهم علي جوده. هو في عندي حكم نقض، هو مفيش احكام نقض كتير قوي في الحته دي اللي هي بتتعلق باستحاله تحقق الجريمه استحاله باته. بمعنى ايه؟ انه لما يبقى الوسيله اللي هيستخدمها المتهم عشان يسعى لتحقيق الغرض اللي هو بينتويه ده لا يمكن يؤدي الى فيه، بس استحاله مطلقه هنا بتعد في حكم الجريمه الناقصه وتنتفي الجريمه، ويبقى مفيش مكون لاركان جريمه الرشوه في حق المتهم. ادلل على الكلام ده ازاي بقى؟ عندنا اثنين شهود، الست نهله عبد العال احمد ابو زيد دي اللي جت امام هيئه المحكمه الموقره، ودي انا باشفق على الكسب غير المشروع ان دي تبقى تقعد 30 سنه تشتغل عندهم وهي لا تفقه شيء وما عندهاش مخ اصلا
علشان تيجي تقول المفروض ومش المفروض. المفروض ان الشاهد ليس كالخبير. شاهد يعني ايه؟ انا شفت ورأيت وادلل على هذا الكلام ثم اقول هذا الكلام للمحكمة الموقرة او للنيابة العامة، وبعدين المحكمة هي صاحبة القول الفصل. ايه اللي حصل؟ ان الست جاية تقول المفروض ومش المفروض. دي ست كان المفروض تقعد في البيت ما تعملش اي حاجة اصلا، ولا تصلح لشيء، يعني حتى ما تعلمتش اي حاجة في ثقافة التفكير. احنا عندنا في قديس في انا يعني قديس اسمه توما. توما ده من تلامذة السيد المسيح، وكان راجل ذو عقل مفكر، حتى هم كانوا بيسموه عند المسيحيين بتوما الشكاك. توما ده لما جم قالوا له زمايله، هو السابع في تلامذة السيد المسيح، فقالوا له ان المسيح قام من بين الاموات، فقال لهم لا انا ما صدقش، انا لازم اقتنع بنفسي واصدق واشوف. فعلم بهذا السيد المسيح، فراح له قال انت مش مصدق؟ فقال له لا مش مصدق. فمسك ايده وحطها على مكان الحربة في صدره وفي ظهره علشان يدلل ان الاصابة كانت ايه؟ قاتلة. قال له انا هنا خلاص اقتنعت وامنت. ده راجل عنده فكر بيفكر. ست دي لما جت تشهد قالت كلام على المطلق بجهل. بجهل ازاي؟ هو انا عندي 16,000 ملف جايين من مصلحة الجمارك للفحص، ده شيء طبيعي، وسيد المستشار مساعد الوزير للكسب غير مشروع تعامل مع هذا الموضوع بجدية مطلقة وحرص شديد، وبعدين فحصوا الملفات، في جزء منه يشكل 80% او 85% لا يستحق ان هو يتحرق، يعني يتحرق. لا قيمة له، لا شبهة، لا قيمة، لا شبهة، تمام. وده اللي كان المحل اللي هو يروح بقى الحفظ ويتصدر تاني لجهة العمل، وده ملوش لازمة. النيابة العامة كانت بتسأل عن واقعة واحدة بس، هو في انت عالي بتسأل الست المخبولة دي، بتقول لها معلش، بتسأل الست المخبولة بيسألها بيقول لها هو فين علي جودة ده من ملف محمد رشدي؟ قالت له انا معرفش حاجة. انا يعني النيابة العامة كانت المفروض تقول انت جاي تعملي ايه؟ وحتى جت يعني انا يعني اشفقت على هيئة المحكمة وهي بتسمع الست دي حقيقي يعني. لكن كان عندنا الشهادة 13 بقى اسراء للصغيرة دي اشد حنكة وذكاء. البنت قالت الموضوع ولخصته في عبارات محددة، قالت ان ملف محمد رشدي ما زال قيد التحقيق وهو في غرفة في دولاب السيد المستشار، ولم يغادر غرفة السيد المستشار، ولا يعلم احد باي معلومات تتعلق بهذا الملف سوى السيد المستشار رئيس هيئة الفحص المحقق والسكرتير بتاعه اذا ابلغوا المستشار، غير ذلك لا يعلم احد. معنى الكلام ده ايه؟ انه علي جودة استحال عليه ان يعلم اي معلومه تتصل بملف محمد رشدي. طب العالم جودة اللي كان بيقوله ده كله هبل في هبل، اي كلام، دي معلومات عامه خبره 30 سنه 40 سنه وفتح صدره بلا داعي. فالنهارده ورط مزعمش اختصاص كده؟ نعم مزعمش اختصاص كده؟ هو مقدم يعني ماشي، ما هو اصل برضه دي صور ولا زعم يا فندم. هو معليك يعني في حقيقه الواقع مش ده يعتبر زعم اختصاص ان هو يعني يقدر ولا زعم. اسمح لي انا اصبح طيب ماشي انا بسالك معاك. لا انا عارف يعني هو شكرا ان حضرتك هو ولا زعم بالاختصاص، لانه علي جودة لم يدعي ان هذه من وظيفته من الاساس. هو الجدع اللي في السيد ده عايزين معلومات، لان هو كان المطلوب هي فقط شويه معلومات، لكن مش مطلوب منه تحريك الملف من مكان الى مكان او تاشيره معينه او طلب معين. فلما يبقى من اختصاص شخص ما ويجي هو يقول انا لا اقدر امشي لك التاشيره دي، ممكن تبقى تمشي تحت الزعم بالاختصاص. لذلك هو كان التوصيف الصحيح بتاع ان هو هروب على المقتضى الواجب الوظيفي، ودي اوسع واشمل، كانت يعني هي لحد ما، لان هو كان المفروض ان هو يحترم اداب الوظيفه. لكن انا بتكلم من الناحيه من حيث اركان الجريمه، هل تحققت بشكل كامل على ضوء ما ادلى به لمحمد رشدي؟ هم نفسهم محمد رشدي وسيد غريب لما نراجع الحوارات بتاعتهم في التحقيقات هنلاقي ان انا محمد سيد غريب بيقول له انا كنت بنيم محمد رشدي علشان انا ما عنديش معلومات ولا علي عنده معلومات، ومحمد رشدي نفسه
كان وصل لمرحلة الشك ان هو اعتقد لفترة من الفترات ان الناس دي بتضحك عليه، ان هي بتضلله، ان هو ما بتوصلوش، لان هو كان عايز معلومة لا اكثر ولا اقل، لكن ما خالفش القانون. فانا بس عايز اوصل للنقطة فيما يتعلق باركان الجريمة المنسوبة للمتهم، انه هل تحققت ولا لا. انا بقول تدليلا على اقوال اسراء انه في استحالة في تحقيق الجريمة، استحالة مطلقة. يعني ده النقطة. فانا على الملخص انا بعيد تأكيد على ان هناك بطلان، هذا البطلان واضح في الاجراءات من خلال الاذن بتاع 22/3، وفي انتفاء للجريمة نتيجة تخلف تحقق النتيجة. وانا يعني شطرت مذكرة، يعني اتشرف ان هي بقى تبقى تحت بصر هيئة المحكمة الموقرة، ومش عايزين نرهق هيئة المحكمة الموقرة اكثر. بس انت ركزت وكلمت كويس. انا خلاص يعني حضرتك يعني استاذ كبير، احنا بنتعلم من معلم. لا 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 يا استاذ، لا بنتعلم من معلم. شكر جدا. وهو يعني لو في اتاحة ان احنا بس انهي اقول عايز يلا علي جودة طلع معاش مسافر الاثنين اللي فاتوا. اه يعني عنده حياه وظيفيه مشرفه. انا هذا كنت يعني عندي ملفات في الكازر ف لكن نهايه العمل بهذا الاتهام الفظيع بدد حياته وقلب ليله وسواد، ده في نوع من سيء من سوء الحظ. سوء الحظ ده ما هواش، انا دايما كنت اقول له ان هذا سوء الحظ سينتهي بنظر هيئه المحكمه لملف الدعوه، لانه انا يقيني بانه المحكمه هي بتنظر في هذه الاوراق بتطمئن لاعمال صحيح القانون دون تاثير او تاثر. قال لي بس انا سيء الحظ. قلت له في من هو اسوأ حظا منك؟ في بقى كان في راجل سوداني اسمه ادريس جماع، وده كان عباس العبد يقول عنه العبقري المجنون. الراجل ده عنده سوء حظ لازم طول عمره، طول عمره، لدرجه ان هو كل ما يطلع من حفره يقع في حفره. وفي مره قرر ان هو يسيب السودان ويروح يسافر بره، وهو لما ساب هو واقف في المطار بعد ما خرج من السودان هناك عندهم طلع فيه خطأ في الاسم، رجعوا تاني. لما رجع تاني بقى فندب حظه بكام بيت شعر بقى، قال فيهم ايه؟ قال ان حظي كدقيق فوق شوك نثروه. ان حظي كدقيق فوق شوك نثروه، واستحال الامر عليهم وعظم فتركوه. يعني مو زي ده. فبقول لعلي انت محظوظ بان اوراقك بين يدي قضاء عادل والامر كله بامر الله.